السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزائر رشحت واحد الوزيرة جديدة لليونيسف، وقالت لها إلا بغيتينا نرشحك تكوني وزيرة بدل الوزيرة اللي كانت، وتكوني انتيا في بلاصتها، خاصك تخدمي على روحك واحد شهر تكلمي لينا عليه على المغرب، كتبي شنو اللي شفتي في المغرب واللي ما شفتيش، وشنو اللي سمعتي على المغرب واللي ما سمعتيش. كيعاودو قال لك هذيك الوزيره دخلت وسدت عليها بركت مده، وهي غير كتبحث وكتشوف شنو كاين وشنو اللي خصها تلقيه كخطاب الاول على المغرب باش تدمره، باش تحطو، باش يكون عبرة لمن لا يعتبر، يدير له فراسه انه يقدر وينوض يتعاند مع الجزائر او يحك الجزائر او يدير له، يعني كحكومة ماشي احنا كشعب، لان احنا كشعب خوا خوا. المهم هذيك الوزيرة للا سالت بواحد الخلاصة وعطتهم واحد الجريدة كبيرة وقلت لهم انتم شوفوا مازال في جعبتي الكثير، جعبتي الكثير، غادي نبدا نترجل على هاد الناس ونسترجل على هاد الكلمات. المهم بدات اول ما طلعت ودخلت في الموضوع، اللسان ديالها كينقط الكلمات اللي الناس بكثره الذهل اللي بداو كيسمعوا ليها بداو كيصفقوه، كيصفقوا لدوك الكلمات اللي جازت مدة شهر، والحكومة الجزائرية امرت الشعب كامل ديالهم باش يتصنتوا ويقول لهم هذيك المغرب اللي كتقولوا ليهم عاش الملك وبغيتوا انتم تمشيو وبغيتوا تنضموا ليهم وبغيتوا تكونوا دولة وحدة، وهي جات واحد الوزيرة اللي حنا رشحناها غادي تسخسخوا مزيان وغادي تغسلوا، هانتوما شوفوا تصنتوا تصنتوا لهذا الشيء. ها هي بث مباشر والناس كلها دايره يدات هناك وكتقول هاد الوزيره واعره، لانهم ما بينوها انها وزيره واعره، وزيره عندها ما يتقال في جعبتها الكثير ما يتقال. وبقاو كيتصنتوا وطلعات وكتهضر وكتوقف وكتعاود تهضر وعاود كتوقف، وداك الشيء كله انها ما صدقاتش، يعني جاها الرعب وجا الخوف وجا من المكان اللي وصلت ليه، لان ما كانش كتخيل انها غير تسد على راسها واحد شهرين وتكتب بالاخص على على المغرب صالح الجزائر وتقول شي كلمات، وقالت لهم انا غادي هاد الكلمات غادي نعاود ننطق بكلمات اخرين ما كتبتهمش، لان هكا غادي يكون عندي ارتجال في الكلام، غادي نبدا نلقي داك الخطاب اللي كتبت كتابيا وغادي نقراه، غادي وغير دخلات وهي تحط راسها ما بقاش قدرت تهز راسها، كتهز راسها غير كتعتذر للناس وكتعاود وتتعاود تهضر وتتعاود تهضر. وهذاك الخطاب قلت لكم منين سمعوه الناس بقاو تيصفقوا وبقاو تيقولوا ايه، يعني منهم بعض الناس اللي بغاو يغطيو على المشكل يعني تفهموا الموضوع انها حشمات. قال لي هذاك حتى كلمه نقاده ما قالتهاش، جمله مفيده ما نطقتهاش. واش غادي نقول لكم يا الجزائر، واش غنقول لك الاخت اللي طالعه باغا، يعني كنتي صافي دايره البنزين باغا غير تشعلي وتلوحي الصاروخ يلا فج، عرفت شنو كان تيفكر لك العقل ديالك انك غادي توصلي، يعني غادي داكشي اللي ما داروش الرجال عندكم اللي ما كلوش البنان في الصغر كنتي انت غادي توصلي ليه في هذا الخطاب؟ وفين يعني حدا الرايه ديال اليونيسف، يعني شي حاجه ما كانش غادي يقدر يسجلها التاريخ ما بعدك، هو ان اللسان ديالك تخرس اللسان ديالك. وان شاء الله كل من طلع وقال له مخو يسب المغرب ولا يقول له شي كلام ولا عنده ناس غادي يعاونو قالوا له غير طلع وقول على المغرب شي حاجه وحنا غادي نوقفوا معاكم وغادي نديروا لكم الركيزه، وهذا
ان شاء الله يا ربي تخرس لي لسانه وما يعرفش ينطق. انت درتي بحال داك الكافر اللي بقى عاقل على اساس انه حياته كلها كان كافر وكان ملحد وكان ما مزيانش في الدنيا، وقال غنعقل على الشهاده ونشهدها، ولكن الله سبحانه وتعالى امر انه ما ينطقش الشهاده. شوفي انت الكلام حيه ترزقين، وعارفه اش كتقولي وعارفه اش باغا تقولي وعارفه شنو باغا توصلي كرساله، ولكن سبحان الله العظيم اللسان ديالك تخرس، اللسان مشى تخرس اللسان ديالك، ما قدرش مازال ينطق بشي حاجه. لا اختي المغرب ساهل، لا راه ماشي ساهل، راه ماشي ساهل. صحيح ان مساحته صغر من الجزائر، لكن سبحان الله العظيم ربي حارسه يمين وشمال، حارسه من السماء ومن الارض، حارسه من بحالكم. كل ما كتبغيو تهزوا راسكم تقولوا شي كلمه اللي غادي تطيح بالمغرب الا وانتوما اللي كتكونوا طايحين. ربي كيبين الفشل ديالكم قدام الناس، يعني كتعاودوا كتعاودوا، ولكن ملي كيكونوا الكاميرات والاضواء مسلطين وكتبغيو تبينوا بالله راه انتوما راه صافي الكلام ديالكم اللي غتقولوه باش الناس غير تصفق عليكم، وتعاود المنابر الاعلاميه ديال الدول تكتب عليكم انكم عندكم الحق. سبحان الله العظيم كيجيكم ارتجاف في العضلات ديال اللسان وفي العضلات الرقبه، كتولي حاطينها لتحت ما تقدرش تطلع. هذا كله وما كتخافوش الله، خافوا الله. والمغرب راه ماشي سهل، راه ماشي سهل باش يجي اي من هب ودب ويطلع ويقول شي كلمه غير يبغي ينطقها ما يقدرش ينطقها، والدليل انكم نتوما شفتوا راسكم. كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى كل من فكر لا من الخونه اللي داخل بلاد المغرب ولا من الخونه الجيران انه يخرس له ربي اللسان ديالو، وما يقدرش يهضر ويقول شي كلمه ماشي هي هذيك، لان الله حق وكيبغي الحق. وكنتمنى من عند كل الدول العربيه اللي كتساند المغرب الله ينصرها وينصر المغرب وملك المغرب والشعب المغرب والله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيد الوزير الخارجية، عفوا باسكو شوية ستريس. السيد الوزير الخارجية، حولي ستريس. سيد الوزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سيد السادة، سمحوا لي ثلاث بس كم داري أنا نهضر ديريكت ثم